صباح الخير لكم، يجعل ايامكم سعيده. اليوم 16 اب، يعني كواكبنا ما زالت في اماكنها. المشتري متراجعا في برج الجدي، الى جانب زحل ايضا يتراجع في الجدي. المريخ يتقدم في برج الحمل، الزهره في برج السرطان، وعطارد في برج الاسد. وما زالت التحذيرات جديه لمواليد برج الحمل، الميزان، السرطان، الجدي. هدول الاشخاص اللي لازم ينتبهوا على امورهم الصحيه. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي اليوم بالغالب على تماس مباشر مع الآخرين اللي مضايقينه. مثلاً يوم فيه جزء من تعب عائلي، قد يراودك القلق أو الشك أو خلاف بينك وبين ناس قراب منك، ويمكن محتاج اليوم تتحمل الناس شوي، إن أصدقائك، زوجة، زوج، أولاد، يعني يتحملوا شوي وما تدخل اليوم صدامات لإقناع الطرف الآخر. دخيلك ما أنا مضطرين نقري حدا، اسمع كثير واحكي قليل. مولود برج الثور اليوم للحركة، للنشاط، للعلاقات العامة، للمصالحات ربما، أو ليفتح صفحة جديدة. غالبا هاي الأيام أيام فيها هيك حركة. إذا عندك قصة العلاقة بمؤسسة حكومية فكتير وارد إنك اليوم تلاقي لك حلول. اليوم الأمور شخصية إيجابية جدا. عم بتمر مولود برج الثور بمرحلة تصاعدية، يعني هي لازم لعشرين الثمانية، بس هاي الأيام أيام هيك شوي شوي بتحس انك عم بتاسس لقاعده متينه على صعيد امورك العائليه وحتى امورك الشخصيه. امورك الشخصيه ان قصدت العمل وليس الشخصيه العاطفيه. يعني مولود برج الجوزاء غالبا عم بيناقش ببعض الامور الماليه، وفي عنده صرف نتيجه استشارات، مرض، تجمعات عائليه. ابتعد عن طلب الرفاهيه وقلل مصروفك قدر المستطاع. وجود عطارد في برج السرطان عم بيخلي امورك الماليه جيده، ما أنا سيئه، لكن عم تصرف اكثر مما هو متوقع. ما بعرف اذا القصه سفر او القصه يعني شيء من المتطلبات العائليه، وارد يكون يعني بدك هي الفترات على كل هيك موازنه بين دخلك وبين مصروفك. مرحك عم يجذب الاخرين لك عزيزنا مولود برج السرطان، عايش فتره من المحبة، من اللطف، من الدبلوماسية. يوم فيه مشاوير يمكن لتحسن وضعك، فيه تعاطف أو ثقة أو حتى ترتيب لبعض المواضيع المالية. يوم بالمجمل إيجابي، أنت محبوب ممن حولك مولود برج السرطان، قادر تحكي، تناقش، تشرح وجهة نظرك. ما كتير مرتاح مولود برج الأسد، وغالباً تصرفات الآخرين اليوم غير مفهومة بالنسبة له. يعني قاعد عم يسأل حاله هذا ليش عم يعمل؟ في شيء شوي مضايقه، في نوع من أنواع الشكوك أو نوع من أنواع الطاقة المفقودة، خليني أقول، لمولود برج الأسد. أو في حدا عم بيضايقك، عم بيحد من طموحاتك. يوم للنميمة، للقيل والقال، للثرثرة، هذا هيك قال، هذا هيك عمل. يعني أنا بقول اليوم بالذات حاول إنه ما تصطدم بمن حولك قدر المستطاع، لأنه غالباً أنت مستعجل أو حساس. العذراء عنده يوم اجتماعي بامتياز، واليوم فيه ناس صلك زمان ما شفتهم، أو فيه قصة إيجابية يمكن، أو لازم تطلب وطلباتك مجابة. الحقيقة أنك ممكن تحصل على تجارب جديدة اليوم، أو عم بتمتن علاقاتك بمن حولك، أو عم تسترجع ناس أنت بتحبهم بحكم الصدفة أو الحاجة. عزيزنا مولود برج الميزان، أنت أكثرنا تعباً اليوم، وأكثر حدا معصب فينا يمكن لتأخير بعض المشاريع اللي أنت بقرر تقدم عليها، أو مصاعب طارئة، أو صدامات، أو ناس عم تبتسم بوشك وعم بتسألك من وراك. يعني أنا بقول اليوم يوم ضاغط بالنسبة للميزان، في شيء حواليه مو عاجبه، أو في نوع من أنواع الأوامر، يعني حدا عم بيقول له هيك اعمل ومضطر هيك يعمل، وهي القصة مو عاجبته. مولود العقرب عنده يوم جيد عموما، خاصة انك عم بتقوم بواجباتك. يوم فيه حظوظ مساعدة لتزداد قرب من اصدقاء او اقرباء، في حظوظ مساعدة لتوصل لاهداف انت حاطة ببالك. هاي الفترات وارد يكون فيها سفر، وارد تشارك الاصدقاء، الزوج، الزوجة، بشي قصة مهمة بالنسبة لعلاقتكم، في محبة او تفاهم او معونة، او عم تحصل اليوم مولود برج العقرب على تضامن المحيط. مولود برج القوس اليوم كمان الامور بالنسبه لك جيده، خاصه انك عم بتنال رفعه بشؤونك العمليه او الشخصيه. يوم فيه مدح، تشجيع، اتصالات، اخبار، حظوظ مساعده لخطوات جيده. بالمجمل مولود برج القوس يوم متفائل، ضحكان، والامور بالنسبه له ايجابيه.
متعب مولود برج الجدي غالباً من بعض الوعود الكاذبة. هاي القصة دخيلكم لا تقربوا عليها مولود برج الجدي لأنه بتسبب له يعني قصة نفسية فعلاً. فما بعرف إذا القصة نوع من أنواع التأجيل أو التأخير أو الوعود الكاذبة مثل ما قلنا، أو قصة العلاقة بالأمور الصحية كمان وارد يكون في عنده نوع من أنواع المزاج الرديء أو بعض التعب على المستوى الصحي. كأنك اليوم مثل ما قلنا وعود كاذبة أو كأنك تعاني ظلم، لذلك هاي القصة اللي شوي مضايقته. مولود برج الدلو اليوم الأمور بالنسبة لك أخذت طابع شغل كتير راحة قليل. اليوم ما في راحة وغالباً أنت الحقيقة محتاجة للراحة. في شيء نفسي صحي شوي مضايقك، ممكن تحتاج لك شي حبة مسكن. مزاجك ما عم بيميل اليوم للعمل، لكن أحياناً منروح على شغلنا ونحن مضطرين. بالمجمل ما عنا حلول. اليوم كأنك فاقد مولود برج الدلو الطاقة الذهنية أو الجسدية. هلأ محتاج تسترجعها، إذا ما قدرت تسترجعها بشوية نوم استرجعها بأشخاص ممكن يكونوا إيجابيين معك. مولود برج الحوت اليوم الأمور إيجابية وجيدة، مشجعة لتشرح مواقفك، لتحكي، لتناقش، لتدخل ترميم أو إصلاحات منزلية، سواء بالمنزل كمنزل أو بعلاقاتك مع أهل المنزل، سواء كان زوج زوجي أو أشقاء شقيقات، أهل أم أب. اليوم في عندك يعني أمور إيجابية، ما في صعوبات أو عراقيل أو تقدم. اليوم في حياة حتى إيجابية عاطفية. هلأ أنا برأيي هي هاي الفترات بلشت تتحسن أمورك العاطفية. مولود 16 أب، صباح كل خيرات. الأكثر صراحة والأكثر حركة، ذكي قليل الكسل، صريح جذاب، بحب يكون لامع ومشهور. مولود برج الأسد أو مولود 16 بحب التغيير والحركة، حضاري منفتح، بحب المناقشات والتعامل جيد. عموماً كريم، معتقداته بتخصه لحاله، ما بياخذ معتقداته من حدا. محاور مناقش حضاري، بدور على جديد على كلين أو عن العلم والتعلم. كائن مثقف، بحب يحصل على شهادات عليا أو الناس الحواليه إذا ظروفه ما سمحت. يتفاهم مع محيطه ومحب للآخرين. عصبي أكثر من مواليد برج الأسد المعتادين. سنة لألوى للصفقات، الاتفاقات، البدايات الجديدة، وخاصة الأشهر القادمة عم تختلط بالمجتمعات. الأحوال العائلية إيجابية، أمورك تتحسن، كل شيء له علاقة بأقرباء بأهل ممكن يكون إيجابي جداً وله علاقة بالتغييرات. بقى في ناس حابة ترتبط، في ناس حابة تقرب من أهلها، يعني في ناس حابة تعمل ترقية أو يكون عندها زيادة بالراتب، وهذا وارد كحظوظ والله يقدم فيه الخير. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. خلود شيخ رسلان، مواليدها 96. خلود هلأ لبلشت السنة بالنسبة لك، كل شيء مضى طوي صفحته وفتحي صفحة جديدة. صلك 3-4 شهور مانك مرتاحة خلود أبداً، صلك تقريباً من نص الخامس هلأ. لا، المحظوظ بالمتبقي من السنة أفضل بكتير، وأنا برأيي نتيجة برجك الصيني المساعد جداً هذا العام، فأنا أعتقد ما رح تقفلي السنة إلا بمبروك بالنسبة لك. ممكن تغير لك حياتك طبعاً إذا أراد رب العالمين. داليا عم تصبح علينا من دير الزور، اليوم عيد ميلادها ومواليدها 93. إن شاء الله تكوني سمعتيني داليا، أمورك جيدة. لأنه بس أنا بقول أنت بالذات بقى كونك 93، أنا بظن السنة القادمة هي سنة التغييرات الأساسية، كارتباط، كقصص، يعني ممكن السنة تكون لبداية جديدة لكن ليس لتغيير نهائي. بالعكس السنة القادمة يا داليا من دير الزور هي اللي العلاقة بتغيير، وبنرجع بنقول لك كل عام وانت بخير. بيان 93 عم تسألني مع زوجها، يعني الأمور رايحة باتجاه الأفضل. بقى بيان صلكم شهرين ثلاثة مو كتير مرتاحين روحي، ولسه يعني أنا بشوف لسه العشرين ثمانية، بس اليوم 16 يعني ما بقى محرزة نقول بعد 28. الحظوظ بلشت تساعد وخاصة على صعيد حياتكم العائلية والمهلية. بيان يسعد صباح الجميع، وتضلوا دايما بخير وأيامكم سعيدة.